يا إلهي يا إلهي، حلقة جميلة جدا من هجوم العمالقة بعنوان حبة على الفحم. أنس على المايك، سلام عليكم. هذا الفيديو برعاية AG Empire، المجتمع العربي الأكبر على ديسكورد حول الأنمي والألعاب، كما لديهم قناة يوتيوب متخصصة بمراجعات الأنمي، تجدون روابطهم في وصف الفيديو. AG Empire، إمبراطورية الأنمي والألعاب. ملاحظة تذكيرية للأشخاص الذين لا يعرفون كلمة مراجعة أو رياكشن أو انطباع عن الحلقة، كلها ترتبط بمناقشة أحداث الحلقة، وبالتالي فكلها نوع من أنواع الحرق. لهذا روح شوف الحلقة بعدين تعال كمل الفيديو. طبعا الحلقة كانت دسمة جدا بالأحداث الأسطورية. يا ويلي ويلا، يعني من قتال ليفاي مع العملاق الوحش، وإيش أحكي لك عن القتال الأسطوري؟ كان ودي بس لو العملاق الوحش قاتل يسوي شيء. يا رجل حسيت ما منه فايدة عن قرب، واضح ان قوته كلها بالتحكم بالعمالقة والرمي من بعيد. الى قتال ميكاسا واللي معاها مع راينا اللي ان شاء الله يكون مات، الى اخر منطقة قتال عند السور اللي كان ايرين وارمن يتقاتلوا فيها مع العملاق الضخم. يا الهي ما هذا، جدا احداث كثير وحلقة جميلة بشكل عام، وحتما هذه من الحلقات اللي كنا ننتظرها من زمان. كان في بعض علامات الاستفهام هنا وهناك، لكن كان في تلميحات، مثل لما ليفاي كان بيتأخر بقتل العملاق الوحش بحجة انه يبحث عن شخص يستخدم على الحقنة، فهذا التلميح يأكد ان في احد الاشخاص الى جانب ايرين راح يحصل على قوة العملاق. طبعا السؤال الاصعب هو مين هذا الشخص؟ هل هو ايروين كوننا للان ما شفنا جثته، ولا هو مين بالضبط؟ نستنى ونشوف. طبعا ما ننسى فكرة ان قوة العمالقة تعطي قوة شفاء وتجدد الى جانب كونها مجرد قوة جسدية. والصدمات يا جماعة، الصدمات كانت اوه يا الهي. اللحظة الاخيرة اللي قلنا العملاق الوحش انتهى، اوه السيف يجي بفمه وما يمديك تفرح، اللي يجيك ذاك الصعلوك الصغير ويخطفه من ليفاي. نوعا ما استغربت من ردة فعل ليفاي، وتوقعت انه يكون اسرع شوية في البديهة. وارمن لما يتحول القطعة فحم برسالة مفادها كله ممكن يموت يا مدير. اما عاد عن اللقطة اللي خرج فيها ايرين برتولدو من العملاق الضخم، يا ساتر يا ساتر ما هذا، من جد شفى غليلي، يعني جزء من غليلي انا شفى بهذه اللقطة، وان شاء الله القادم اجمل. اما الان خلونا نتكلم عن ايجابيات الحلقة وسلبيات الحلقة. خلونا نبدأ مع الإيجابيات مباشرة. أول شيء كمية الأحداث يا جماعة، كمية الأحداث اللي حصلت وتطورات لدرجة إنك ما بتقدر تغمض عينك فعلا، يعني لو غمضت عينك شوية ممكن ما تشوف قتال من القتالات اللي حصلت في هذه الحلقة. ثاني شيء كمية الصدمات اللي كانت، واللي للأشخاص يعني اللي ما شافوا المانجا كانت أبدا غير متوقعة. طبعا غير فكرة كذا كمية التقدم في القصة اللي حصل في هذه الحلقة بس كان شيء مهول. أما السلبيات يعني هي فعليا ما هي سلبية، هي عتب أكثر من أنها سلبية. أنا شخصيا كان بودي أنه الإخراج والرسم يكون أفضل من كذا، أحس أنه كانوا يقدروا يخرجوا بعض اللقطات بشكل أفضل. لكن عموما السلبيات لا تنفي فكرة أن الحلقة كانت أسطورية جدا. في كمان جزء من الموسيقى التصويرية ما أدري أنا حسيت فيه شيء غلط، ما أدري هي آهات ولا هي أذان ولا إيش بالضبط، لكن رغم كل اللي قلته صراحة أقدر أقولها بكل معنى الكلمة، الحلقة مو 10 من 10، الحلقة هذه 20 من 10. يعني هذه من الحلقات اللي ممكن تعيدها 2 و3 مرات و4 مرات ويظل عندك قدرة تعيدها مرة ثانية. يعني حلقة ممتعة، ممتعة جدا، على الأقل أكثر من Game of Zift اللي يعني لا تقلبوا عليه المواجع. هذه كانت مراجعتي لحلقة الأسبوع، نشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله. يلا مع السلامة، يلا بتفرج قتال ليفاي مرة ثانية الآن. إلى اللقاء.